ارتفاع الإصابات بكورونا في العالم إلى نحو 283 ألف إصابة ووفاة نحو 12 ألف شخص. إيران تسجل 123 حالة وفاة جديدة بكورونا، والإصابات تتجاوز حاجز 20 ألف حالة. في ثاني هجوم خلال 24 ساعة، مقتل 4 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان شرق البلاد. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. ارتفعت حصيلة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العالم إلى أكثر من 283 ألف شخص، فيما اقترب عدد الوفيات من 12 ألف وفاة، وأشارت الإحصاءات إلى تعافي 93,500 شخص من الفيروس بعد تلقي العلاج. كانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم، خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة، محذرة من أن أرقام الإصابات قد ترتفع بسرعة كبيرة. أعلنت إيران تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1556 حالة. وأضافت وزارة الصحة الإيرانية أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت لتصل إلى 20,610 حالات. ومن جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من أسبوعين إلى 3 أسابيع فقط لمواجهة تفشي الفيروس. وتوقع الرئيس الإيراني تحسن الوضع الصحي في غضون أسبوعين. قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط. وقالت اللجنة في بيان إن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81,008 حالات، وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس 3,255 حالة وفاة حتى النهاية، بزيادة 7 وفيات عن اليوم السابق. أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1,326 حالة، كما قفز عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 24,926 حالة، بعدما بلغ 19,980 في البيانات المعلنة أمس. أعلنت مصادر أفغانية مقتل 4 على الأقل من قوات الأمن جراء هجوم لحركة طالبان في ولاية كابيسا شمال شرقي البلد، ويعد الهجوم الثاني خلال 24 ساعة الماضية، حيث قتل 25 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش بولاية زابل شرقي البلد. ويأتي الهجوم بعد أكثر من 10 أيام من إعلان مسؤول أمريكي أن قوات الجيش بدأت في الانسحاب من قاعدتين بأفغانستان، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة طالبان. ارتفع معدل البطالة في تركيا بنهاية العام الماضي ليصل إلى 13.7% مقابل 11% في نهاية عام 2018. وأوضحت هيئة الإحصاء التركية أن معدل البطالة زاد إلى 13.7% في الفترة بين نوفمبر ويناير الماضيين، ارتفاعا من 13.3% قبل شهر أكتوبر السابق لهم. وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل خلال العام الماضي 4,400,000 تركي، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل استمرار تراجع الليرة وظهور أزمة في الطلب على العقارات وتراجعها بنسبة كبيرة، مع استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية نحو أسواق أكثر استقراراً.
انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.